اللي هي equal e power 1 plus 2i minus e power 0 اللي هي e power 1 plus 2i minus e power 0 اللي هي بكام؟ اللي هي equal 1. طبعا الساين هو اللي بيسمي الباي هيبقى 0 هتفضل معانا باي
العوامل. انت مش عارف ان ده مش معناه ان ده العلاج ان ده مش معناه ده العلاج الكيميائي. لو ده العلاج الكيميائي يبقى اللي ماشي عليه زي الكوكس. لا هي مش عارف. ما تسايد سكوير اكس ما تقدرش تعمل عارف بس تحاول تطلع الجلو. يعني مش الكيميائي مش سايد سكوير دايركت. لازم الاول ده انتاير وبعد كده عادي ولا؟ اه ما خلاص عارف ان انتاير الشغل بس مش هتعرف انتاير لو شغل انتاير بتعمل معاك. تعرفين برضه علماء اكتشفوا فيه علماء جماهير اكتشفوها حوالي 24 تريليون جسم الجسم. انت عارفين برضه في طبعا في اسمها البارت اسمها الرشم النظري، يعني الرشم اللي عارفه ما ينتهيش. فتقريبا كانت واحد يعني كانت الفتره اللي جيش عارفين لحد 22,000 رقم، هتكون تقول اسم الكلام ده، اه، ان انت كل ما بتتعامل مع حاجه عاوز تكبيره سريعه. ففي علماء يابانيين اكتشفوا 24 تريليون اسم من البليس في البارت. وخصوصا لو درستوا الدنيا الجبر انا دخلت جزء في الكريبتو
بس حاجة صغيرة. الكريبتوغرافي أو نظام التشفير ده برضه معتمد على يعني كل شوية أقول عليك خلاص النهاردة عشان ما نبقاش يعني حاجات هنبدأ نقطة ممكن تبقى عنده شوية. تعالى شوف تفضلوا المحاضرة الجاية الأسبوع اللي جاي ده إيه؟